امتداد للمرتفع السيبيري وطقس مستقر وضباب في ساعات الصباح، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن ينتهي تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي نهارا مع يوم الثلاثاء بمشيئة الله، لتدخل بما يسمى تحت تأثير المرتفع الجوي السيبيري كما نشاهد هنا من خرائط الضغط الجوي الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. وأما فيما يخص الحالة الجوية الخاصة بهذه الليلة والصباح الباكر، فمن المتوقع بمشيئة الله أن يحدث الانجماد في المرتفعات الجنوبية في هذه الليلة، وأيضا متوقع أن يتشكل الضباب في الصباح الباكر في عدة مناطق كما نشاهد هنا في الخرائط. من المتوقع أن يتشكل الضباب في مناطق مثل زيزيا، طريق المطار وأيضا مطار الملك علياء، بعض السهول الشرقية، الطريق الصحراوي، وأيضا متوقع بمشيئة الله أن يطال الضباب مناطق من العاصمة عمان، مناطق جنوبية وشرقية من العاصمة عمان، وأيضا أن تطال مدن رئيسية من غرب المملكة. أما فيما يخص نهار الغد ودرجات الحرارة، من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال يوم الغد، لتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أيضا أن تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة خلال ساعات النهار. وأما في ساعات الليل تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة، وأيضا الرياح تكون جنوبية شرقية، وقد تصل درجة الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض المرتفعات الجنوبية. أما ليلا في العاصمة عمان فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة إلى 3 درجات، تصل ضبابي الأجواء تكون ضبابية، متوقع تشكل الضباب كما ذكرنا سابقا، وسرعة الرياح تصل إلى 7 كيلومترات في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الثلاثاء 11 صباحا 4 ليلا، يوم الأربعاء 13 صباحا و3 درجات ليلا، يوم الخميس هنالك توقع لزخات من الأمطار بمشيئة الله نهارا 11 درجة وليلا 3 درجات مئوية. أما فيما يخص مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون درجات الحرارة نهارا 15 إلى 7 درجات، في المفرق 13 إلى 4 درجات، في جرش من 15 إلى 5 درجات مئوية، وفي عجلون من 14 إلى 5 درجات مئوية. في العاصمة عمان 11 إلى 4 درجات، في الزرقاء 14 إلى 4 درجات، في البلقاء 13 إلى 5 درجات، في مادبة 11 إلى 3 درجات، وفي البحر الميت من 19 إلى 15 درجة مئوية. جنوبا الكرك نبدأ منها 12 إلى 4 درجات، في الطفيلة من 11 إلى 3 درجات، جبال الشرام من 9 إلى درجة واحدة، في معان كذلك الأمر من 13 إلى درجة واحدة، وفي العقبة أجواء لطيفة نوعا ما من 21 إلى 11 درجة مئوية في ساعات الليل. وننتقل إلى المناطق الشرقية، حيث تكون الويشد من 14 إلى درجة واحدة، في الصفاوي من 14 إلى درجتين، وفي الأزرق من 14 إلى 4 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.